واتس اب جايز، كيفكم؟ شلونكم؟ معك اخوكم القاهر السوري بدرس جديد. اليوم يا شباب نحكي درس جديد، كيف تلاقوا ثغرات بشركات عالميه، اي شركه بالباك باونتي. بعض نصائح الباك باونتي، كيف تلاقوا ثغرات بدون الدبليكيت وبدون الان اي. وكثير بتمر معنا دبليكيت 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 دبليكيت، وبنلاقي ثغره بعد تعب بادوات معينه وبنلاقي دبليكيت. فاليوم احكيكم بعض النصائح اللي انا استفدت منها بحياتي، كيف تلاقوا ثغرات بدون دبليكيت بدون ان اي. فتابع هذا الدرس. طبعا انا من نصيحه مني، اول نصيحه، حاول تستخدم تول مدفوعه تدفع حقها مصاري، او تستخدم تول انت عاملها بايدك، مصممها بايدك، او تستخدم تول برمجة واحد مو مشهور، يعني اداه غير مشهوره، تمام؟ يعني العالم ما بتستخدم كثير، او برايفت او غير مشهوره، تمام؟ اما والله استخدم لي تول بابليك او مشهوره مثل نوكلاي. نوكلاي استخدمتها، يا البرامج الفري او البرامج اللي ما بتعطي مصاري، او الفري او البرامج اللي هي سي في اي جديده، يعني طالع سي في اي جديده فينك تستغل هالشغله. ولازم تكون طول فاتح تويتر، ويعني عندك ليل نهار تويتر، عندك مثل المي وشرب المي والاكل، مثل المي تكون فاتح التويتر طول الوقت هيك. في هكر بشوفوا سي في جديده بيطبوا عليها الثغره بياخذوا الباونتي. يا بده يكون عندك تويتر تكون دائما متابع اوريدي اب تو ديت بالسي في جديده، او تستخدم تول مدفوعه بكون حقها مصاري. فالعالم دائما ما بتدفع مصاري، في منهم بيدفعوا بس كثير قليل ما بتستخدم، او تكشف ثغرات مانيوالي يعني بدون تول. تستخدم تشغل عالك صارات بالباربسوت تفحص الكويست وتعمل بزنس لوجيك، او تعمل ادوات برايفت سكانر ثغرات مثل مستر دايزنو بيعمل تول برايفت. فشباب هاي الطرق اتركن عليها، بتمنى تشتركوا بقناتي، هاي الطريقة كثير حتفيدكم كثير، حتتجنبوا الان اي كثير والدبليكيت قدر الامكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.